بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كنوجهه للتلاميذ والتلميذات ديال البكالوريا، وبالخصوص المترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. إذا بقوا معايا في هذا الفيديو باش تعرفوا راسكم واش مقبولين ولا ما مقبولينش، وإلا كنتوا مقبولين شنو هي المرحلة المقبلة، وإلا كنتوا ما مقبولينش شنو هي الاجراءات اللي خصك دير باش تسول الوضعيه ديالك. اذا هذا الفيديو درته من اجلكم، مرحبا بكم. اذا هذا بلاغ اخباري صادر عن وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص اللوائح المؤقته للمترشحين الاحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. إذا الوزارة اليوم أعلنت على هذا البلاغ اللي كيخص اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. إذا الوزارة من بعد ما دفعتوا نتوما لي دوسي ديالكم في المديريات الإقليمية، من بعد ما فحصت داك لي دوسي، قررت وأعلنت على لوائح مؤقتة. ركزوا لي على لوائح مؤقتة، ماشي لوائح نهائية. إذا لوائح مؤقتة يعني حتى الناس اللي ما غاديش يتقبلوا ممكن يكون كاين الحل، مفهوم؟ يعني ماشي لوائح نهائيه، داكوغ. اذا هذا البلاغ لحته الوزاره ديال التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي غير اليوم الاربعاء 6/8/2021، وكيخص كما قلت اللوائح المؤقته للمترشحين الاحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا. اجيو معايا نقراو شنو في هذا البلاغ، شنو هو مضمون البلاغ. اذا بلاغ اخباري الاربعاء 6 يناير 2021، موضوع البلاغ هو نشر اللوائح المؤقته للمترشحين الاحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنه تم يومه الأربعاء 6 يناير 2021، إذا اليوم، الإعلان عن اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. وتمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في طلبات ترشحهم عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية، وستخصص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 يناير 2021 لتقديم الطعون عبر البوابة المخصصة لذلك. إذا هذا هو السيت اللي غديروا فيه الشكايات أو الطعون بالنسبة للمترشحين التي لم يتم قبول طلبهم، وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك، كذلك الراغبين في إلغاء الترشيح. وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 يوم 31 يناير 2021. ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.man.gov.ma. إذن هذا هو البلاغ، غادي نزيدو نفصلو فيه. إذا بعد قراءة البلاغ سيتساءل العديد منكم حول ما يلي: أولا، كيف أعرف أن طلبي مقبول أم لا؟ ثانيا، ما هي الخطوة التالية بعد قبول طلبي؟ وأخيرا، السؤال الأخير هو: طلبي ملغي، ما العمل؟ إذا الطلب ديالي ملغي، لغاوه لي، شنو غادي ندير؟ مفهوم؟ إذا غادي نجاوبكم على هذه الأسئلة بثلاثة بهم، وإلا كانت عندكم أسئلة أخرى ديروها لي في التعليق، داكوغ؟ الآن غادي نجاوبكم على كيف أعرف أن طلبي مقبول أم لا؟ إذا كما جاء في البلاغ الصادر عن الوزارة، تم يومه الأربعاء 6 يناير 2021 الإعلان عن اللوائح المؤقتة المترشحين الأحرار المقبولين، وتمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في طلبات ترشحهم. إذا جميع المترشحين والمترشحات توصلوا بالنتيجة ديال الطلبات ديالهم، داكوغ، عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية. إذا داك البريد الإلكتروني اللي درتيه نتايا في بطاقة الترشيح الإلكترونية، فيه غادي تلقى واش الطلب ديالك تقبل ولا الطلب ديالك تلغى، وخصو يجيك ميساج بحال هكا: بونجور، الاسم ديالك هنايا، فوتخ مود باس اي، والمود باس ديالك هنايا، داكوغ. باش عاوتاني بهاد المعلومات غادي تدخل البوابة الإلكترونية ديال الوزارة، وتما غادي تأكد واش الطلب مقبول من طرف المديرية أم طلب ملغي، داكوغ. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي الخطوة التالية بعد قبول طلبي؟ إذا بعد التأكد من أن الطلب مقبول من طرف المديرية الإقليمية، أنصحك بالاستعداد الجيد. إذا من بعد
ما تأكد من أن الطلب ديالك مقبول وبأنه ما ملغيش، يعني أنت غادي تدوز بصفة رسمية الامتحانات ديال البكالوريا 2021. إذا كنصحك أنك تمشي تراجع، إذا كنت آداب مشي راجع المواد الأدبية، وإذا كنت علوم كذلك مشي راجع المواد العلمية، والله يوفق الجميع. الآن غادي نمر للفئة اللي طلبات ديالها ملغية، طلبي ملغي ما العمل؟ إذا شنو غادي ندير؟ إذا كما جاء في البلاغ أن الوزارة ستخصص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 يناير 2021. إذا الوزارة حددت من 11 في شهر واحد إلى 20 في شهر واحد هي مدة تقديم الطعون، مفهوم؟ عبر البوابة المخصصة لذلك. هذه البوابة هذه غادي تدخل ليها، الا كان الطلب ديالك ملغي غادي دير فيها الطعن ديالك. علاش؟ غتقول لهم علاش لغيتوا لي الطلب، وها المبررات، انا ما عندي حتى شي حاجه خاطئه، وها كيفاش وها كيفاش وها كيفاش. طبعا هذه العمليه غادي يديروها فقط الناس اللي ما تقبل لهمش الطلب، مفهوم؟ بالنسبه للناس اللي تقبل لهم الطلب ما معنيش بهذه الخطوه، مفهوم؟ وكذلك هذه الفتره ممكن تلغي فيها الطلب ديالك. مثلا انت ما بقاتش عندك رغبه انك تدوز الامتحان الوطني، وحنا كنعرفوا الا ما دوزتيش الامتحان الوطني مثلا تقبلتي ونهار الامتحان ما جيتيش، الوزاره كتحرمك من عامين من التاليه ما تدوزش الامتحان، داكوغ؟ ما غاديش يكون عندك الحق انك تدوز الامتحان الوطني. لذلك الا ما كنتيش ناوي انك تدوز الامتحان الوطني هذا العام، غادي تدخل لهذا السيت وغادي دير الغاء الترشيح. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الاخير اتمنى لكم التوفيق والنجاح، كنتمنى انكم تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات اللي كندير. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.